ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير جدا. النهارده هوريكم مفروشات وفوط الاطفال كلها العدد كامل. مش هجيب تاني ومش شايفه ان انا هحتاج تاني، بس هوريكم اللي هم الصيفي والشتوي كل حاجه، اللي هو الدفايات والمفارش والفوط وكل حاجه، كل ما يخص اوضه الاطفال يعني. بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ ونشوف معانا ايه. بصوا، اول حاجة المفرش ده انا بس مش هعرف ان انا اطلع الحاجة، بس هوريكم الرسمة. بصوا دي الرسمة بتاعته، هو قماش قطن كده وفي تطريزة دباديب. دي نفس الرسمة بس انا جايبة اللون اللي هو من تحت ده، اللي هو تركواز فنبيتي اهو. تمام، ده كنت جايباه من زمان خالص، يمكن اول حاجة جبتها يعني من سنتين 3 سنين. طبعا العروسة لازم تجيب كل الانواع، المطرز والقطن والثري دي، بتجيبي كل حاجة. تاني مفرش، بصوا هو قطن كده ومحطوط في الكيس ده، بس الرسمة مش موجودة يعني، معروضة حاجة تانية. تمام، فانا هوريكم كيس مخدة منه، هحاول اوريكم الرسمة يعني. والله انا مش عارفة اطلعها حتى، بصوا هبقى ادخله انا مع نفسي. بصوا دي رسمته، هو والله هو كتير كتير وانا مش عارفة. بصوا رسمته دي، فراشات وكسكزح، يعني الواناته اللي هو حلوة كده وكيوت، والحاجات الاكوى يعني. تمام، فدي الرسومات بتاعته، هلمه انا. وبصوا في كمان الدبدوبة دي، هو قماشته قطن 100%، بس رسومات عادية مش 3D. بعد كده جايبة المفرش ده 3D، هو فروزن، رسمة فروزن يعني، مش عارفة ماركته، الحرية اسمها، كنت جايباه 180 جنيه، كان يعني سعره كويس من سنتين برضو. دي رسمته اللي هو فروزن، اللون التركواز في البيتي برضو. بعد كده جايبة التركواز ده او الازرق، ماركة المجد، 3D، رسمة ميكي ماوس، وهنا برضو نفس الالوان اللي هو ازرق في موف. بصوا نفس الرسمة بالظبط. وبرضو جايبة ماركة المجد، برضو نظيفة جدا، عليها ارنوبات وحاجات كده، برضو 3D. دي رسوماته اللبني. طبعا رسومات الاطفال كده انا ما بحبهاش قوي، بحس ان انا عايزه اجيب لهم حاجات كبار، بس يعني هو لازم اي عروسه تاخد من كل حاجه. فبرضو ده كان طقم المجد. بعد كده كنت جايبه دم من زمان خالص، برضو هو طقم، بس مش هو 3D وقطن 100% وكل حاجه، بس مش رسومات اطفال، هو بني وفي رسومات ابيض، خطوط ابيض كده وطوبي، نفس الرسمة زي ما انتوا شايفين، بس هو مش رسومات اطفال يعني، يمشي سفر بقى، لو ضيوف جايالي هتبات عندي بتاع، مش لازم اطفال فيتفرش ده يعني. بعد كده ده المفرش ده، بصوا رسمته هي عليها الغزلات دي اهو في الكنار بتاعها، ومن تحت او من فوق برضو في المخدات. فيه انا جايبه اللون اللي هو السيموني ده اهو، بصوا شكله حلو جدا على الطبيعه. وانا كنت بحب، ما بحبش المطرز، وكنت بحب الرسومات وكده، بس بدات ان انا اميل للمطرز دلوقتي، بحسه خاماته انضف، بدات اميل للقطن يعني، بحس او يعني القطن اللي هو مطرز، بدات احس ان رسوماته يعني هاديه وقماشاته احلى كمان من الـ3D وكده. الـ3D لما بيتغسل وكده بحسه خامته بتغير، لكن القطن بيفضل قطن.
ده طقم فوط اطفال، هو يمكن تحسوه كباري مش اطفال، بس هو الرسمة التطريزة اللي عليه دي دباديب، يعني حفر دباديب. فكنت جايبة الستة دول، دي علبة فيها ستة، تمام، وجايبة دي كمان فوط برضو رسوماتها بصوا تحفة، هي اربعة والواناتها تحفة ورسوماتها يعني بارزة كده ملزوقة عليهم مش ملزوقة خياطة يعني، فعجبوني جدا وخامتهم قطيفة تحفة يعني. بعد كده جايب علبة الفوط دي برضو اربعة والواناتها تحفة وبرضو عليهم الرسومات بتاعتهم خياطة، قماشتهم حلوة جدا والواناتهم تحفة على الطبيعة ورسوماتهم قمر. يمكن مش مكترة حاجات الاطفال، يعني مثلا 8 اطقم اطفال ملايات، وطبعا معروف الطقم بيبقى ملايتين، 8 اطقم كاملين يعني 8 × 2 و3 علب فوط بس. بس يعني حاجات نظيفة وحاجات تعيش. طبعا اول فترة في الاطفال انتي بتغيري المفارش من غير ما حد ينام عليها، والفوط محدش بيستخدمها اصلا، هي منظر في دولاب الاطفال مش اكتر. فانا رأيي ان انا ما اكترش، اكتر في استعمالي انا الشخصي، لكن حاجة الحريم الاطفالي مش كتير، فتجيبي علبتين فوط مثلا او 3 يكونوا نضاف وخلاص. فدول كانوا الفوط بتاعتي والمفارش بتاعتي، تمام. هوريكم كده الاطقم الدفايات او الملايات الشتوي، برضو مش مكترة، جايبة 3 اطقم بس وخلاص على كده. بصوا من ماركة العالمية جايبة الرسمة دي، بوه والبتاع البتاع مش عارفة البنك اللي بتكون معاه دي، بصوا هو الواناته اصفرات في كده يعني، نفس الرسومات الرسمة دي بالظبط، ماركة العالمية والمجد معروفين حلوين جدا. فهي الواناته اصفر واورنج وكده. انا كنت الاول قايله لا يزايط ومش حلو وكده، بس لما الراجل فردهولي حلو جدا. الطقم دول كان عامل 350 جنيه، طبعا هم دفايتين ومعاهم خداديات تقريبا على ما اتذكر يعني. وجايبه الطقم ده ميكي ماوس بس وميني، بس اللي هو البنكات مش الازرقات زي المفارش. بصوا هحاول اوريكم، بصوا هو اهي اللي بتبقى قطيفة دي، تمام، اللي هي بتبقى دفاية وساعات بنتغطى بيها في دخول الشتاء، تمام. اخر واحد يعني زي ما قلت لكم انا جايبة 3 اطقم فوط و3 اطقم دفايات. بصوا دي شنطته كده، هي شنطة كبيرة. بصوا هحاول اوريها لكم، بصوا شنطته حلوه جدا اهي، هنا فيها طقم وهنا فيها طقم، تمام، ودي الرسمه بتاعته. بصوا نفس الالوانات دي، اللون المينت جرين في بينك، فنفس الرسمه ونفس يعني شكله كل حاجه. طبعا في منه رسومات كتير، انا جايبه اللحاف بتاعي الرسمه دي اهي، الرسمه دي بالظبط. هحاول اصورها لكم دلوقتي طبعا، بس هصور البتاع بتاعتها من بره كده، يبقى انا وريتكم. طبعا دي ماركه السروجي معروفه يعني نظيفه جدا، البتاعه دي كنت جايباها ب 500 وحاجه، واللحاف ب 1650 برضو اطفال. ممكن فيه ناس تحب تجيب بطاطين وكوفرتات وكده، بس انا مش حابه ده، كفايه كده اللي هو 8 اطقم ملايات و3 اطقم ملايات شتوي و3 علب فوط ولحاف الفايبر. لحاف الفايبر ده بيبقى 2 برضو انا جايباه، ومش هجيب بطاطين وكده، لحافات الفايبر اللي نازله جديد دي اشكالها حلوه ومش محتاجه حاجه تانية معاها. هروح احاول اصور لكم، ان بصوا بتاع اللحاف ضخم جدا، فهحاول ان انا مش هعرف احركه من مكانه، هحاول اصوره لكم كده طشاش، ولو عرفت هصوره لكم، معرفتش هختم معاكم الفيديو لحد كده. ما تنسوش اللايك وكومنت تشجيعي، واستنوني في فيديو جديد، هتوحشوني جدا جدا جدا، باي باي. زي ما قلت لكم هحاول اصور اللحاف الفايبر، بس عشان هو كبير. نفس الرسمه اللي قلت لكم عليها اهي، بصوا هو من جوه نفس الشكل بالظبط، نفس الرسمه دي. هو شنطتين كده في بعض،
بيتمسك كده ومعاه ملايات وخدديات وكامل يعني. بس كده حبيت اوريكم حاجة الاطفال كلها ما يخص اوضه الاطفال. ولو جبت حاجة تانية جديدة يعني لو جبت الدرابيات اللي هي بتتفرش في اسبوع الفرح هبقى اوريها لكم. هتوحشوني جدا جدا جدا. باي باي.